ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديده عن عيله الجمل. معانا النهارده مفاجاه قويه جدا لكل الفانز، وهتكون يوم الخميس. كمان هتشوفوا اول فيديو من دبي لامنيه القوه، والسبب الحقيقي لعدم عرض فلوجات السفره الاخيره للامارات لكل العيله، وده هيكون حصري معانا. كمان هنعرف ليه الاميره فيروز كانت زعلانه جدا من مستر احمد. هنشوف سبب خناقه برنسو مع بيبي حياه، وليه بيبي مكه هي السبب، وتعب بيبي حياه يا ترى عندها ايه. ومعانا احلى تيك توك لايه احلى وسندريلا غزل، هيعجبكوا قوي. واخيرا هجوم الفانز والمتابعين على الزوجه الرابعه في اول حلقاته بسبب جلجل، يا ترى ايه الحكايه. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدا ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهايه لو بتحبوا عيله الجمل. يلا بينا نبدا. وهنبدا بامنيه القوه في اول فيديو ليها من دبي. والحقيقه الاسطوره عرض اول فيديو لامنيه القوه في الامارات، وده كان اول يوم ليهم في السفر. تعالوا نشوفه ونرجع على طول. وزي ما شفتوا أمنية القوة كانت لابسة نفس اللبس اللي سافرت بيه، واللي كمان صوروا بيه الصور بتاعتهم. وعلى فكرة يا جماعة السفرية دي كانت مخصوص لأمنية القوة عشان عيد ميلادها. تابعونا دايما عشان تشوفوا كل جديد مع أحلى عيلة، عيلة الجمل. ودلوقتي هنقول لكم عن المفاجأة الكبيرة يوم الخميس، واللي أعلن عنها الأسطورة وكل الفانز مستنيينها، وهي أخيرا أغنية سبت 2 و3 هتتعرض معانا يوم الخميس إن شاء الله على قناة الأسطورة محمود الجمل. احنا وكل الفانز متحمسين جدا لاغنيه الاسطوره، وان شاء الله تطلع ترند اول على اليوتيوب. مين معانا مفاجاه تانيه لامنيه القوه، وانها جابت ايفون 15 الجديد. الف مبروك يا احلى امنيه. ودلوقتي تعالوا نعرف حقيقه زعل الاميره فيروز. حقيقه فيروز ظهرت في صوره مع مستر احمد وكان شكلها زعلان قوي. جد استغربنا جدا من منعها من الافلام والفلوجات، وكل الفانز بيسالوا عليها يا ترى ايه سبب منعها من التمثيل. نحب نقول لكم يا جماعه هي مش زعلانه، واكيد متفهمه جدا راي مستر احمد. احنا عارفين طبعا ان فيروز ما شاء الله عليها عاقله جدا، وكمان بتسمع الكلام. وانتظروا قريب جدا النجمه بتاعتنا الاميره فيروز في اغاني جديده مع مستر احمد. ودلوقتي تعالوا نروح لاحلى تيك توك لايه احلى وسندريلا غزل. بس هنقول لكم في الاول ملاحظه سريعه عن ايه احلى. الحقيقه جت تعليقات من الفانز ازاي ايه بتمثل وكمان بتعمل فلوجات، وازاي هي راحت المستشفى وتعبانه جدا. الحقيقه هي فعلا كانت تعبانه جدا، بس ده بسبب الكحه، ولما عملت جلسات بخار اتحسنت كتير من العلاج. صوتها النهارده كان واضح جدا انه اتحسن لما كانت العيله كلها بتتفرج على الزوجه الرابعه. الحق الحق ودلوقتي تعالوا نروح للهجوم الغريب عن المسلسل الجديد لمستر احمد الزوجة الرابعة القصة الجديدة. والحقيقة النهاردة كانت تاني حلقة من المسلسل الجديد لمستر احمد حبوجة، وكان خايف جدا من جلجل لانها شعبية ولوكال. وده يا جماعة مش في شخصية حبوجة الاصلية، بس ما ننكرش ان مستر احمد دمه خفيف قوي، وكمان كوميدي جدا في رياكشناته في المسلسل. بس نحب نقول لكم ان امنية وغزل هيعملوا خطط كتير عشان يطفشوا مراتات الحج، لانه لسه هيتجوز تاني وتالت وكمان رابع. تعالوا بقى لردود الفعل على المسلسل. بصراحة جت ردود فعل كتير حلوة انه حلو جدا وكمان دمه خفيف، لكن التعليقات السلبية كانت تخص جلجل اكتر، زي الكومنت ده جلجل لو تهدى شوية في التمثيل هيكون احلى. حبينا اقول لكم يا جماعة ده دورها كده في المسلسل، ولازم تكون اوفر في رياكشناتها لانها الشخصية طالبة كده. اكيد كل الفانز بيقارنوا بين المسلسل القديم والمسلسل الجديد، لكن دي يا جماعة قصة جديدة خالص، لايت وكوميدية اكتر من انها تكون دراما وتمثيل. نحب نقول لمستر احمد استمر، وان شاء الله المسلسل يطلع ترند اول على اليوتيوب، ودايما مشرفنا يا مستر احمد. صدقيني يا امنيه، صدقيني انت وغزل مش انا اللي مشغل اغاني. امال مين بقى؟
انا حلوه انت وهي البطل اللي جنبنا. انت حلوه مش عيب مش عيب تبقى ليله دخلاتي واخش سكتي كده من غير ما يتعملي فرح ولا زرفه. مش عيب عليك يا اموره انت وهي تخبطي عليا ليله دخلاتي. دلوقتي واخيرا تعالوا نشوف خناقه برنسو مع بيبي حياة والسبب هي بيبي مكه. والحقيقة هي ما كانتش خناقة بس برنسو اللي حياة ما تضربيش مكة تاني واحمد سخنها عليه وخليها تضربه. ما تضربيش مكة تاني ماشي عشان ما مسكتيش اضربي انا قوي خلي بالك. ضربي بنت حياة روح ضربي ضربي بنت حياة دغدغي قولوا له يابا مناخير مكسورة. طبعا يا جماعة كل ده كان هزار. برنسو بيحب حياة وهي بتحبه قوي. تعالوا بقى لمستر احمد وهو بيقول على حياه ازاي هي نكديه جدا وبتعيط. بتعيط حياه اكتر واحده ممكن تشوفها نكديه في العالم. عاوزين كل فانز برنس مصر يقولوا البيبي حياه الف سلامه عليكي. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهيش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو بيبي حياه دلوقتي بقت في سنه كام؟ قولوا لنا في الكومنتات. وكملوا الفيديو معانا عشان تشوفوا اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقه. وهنا وصلنا للنهايه. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بحبكم جدا مع السلامه.